أوقات جيش الروم ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد وجعفر وعبد الله وسلموا عليهم وقالوا لهم صحبكم الله. قال ابن إسحاق لما حضر خروجهم ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد وجعفر وعبد الله وسلموا عليهم وودعهم الناس وقالوا لهم صحبكم الله ودفع عنكم وردهم إلينا صالحين. فلما ودع عبد الله بن رواحة وودع مع من ودع بكى عبد الله بن رواحة وكان أميرا من الأمراء ثلاثة على الجيش المصري. فقال له الناس ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال لهم أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة به، يعني أنا مش بكي عشان خايف، عشان عايز أعيش ولا حابب الدنيا ولا مغرم بيكم، ولكنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار. يعني أنا مش خايف إلا أنا نقتل، ومش خايف عشان أحب الدنيا أو بحب الدنيا ولا بحب الحياة في الدنيا، ولكنني خايف من آية قرأها الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله يذكر فيها النار، خايف من النار. والآية بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. الآية رقم 71 سورة مريم. فقال عبد الله بن رواحة مكملا لحديثه فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. فقال المسلمون لهم ولهم صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين. فقال عبد الله بن رواحة لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبد أو طعنة بيد حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا حتى يقال إذا مروا على جده أرشده الله من نادي وقد رشد. قال ابن إسحاق ثم إن القوم تهيأوا للركوب فأتى عبد الله بن رواحة رسول الله فودعه ثم قال فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا إني تفرست فيك الخير نافلة الله يعلم أني ثابت البصر أنت الرسول فمن يحرم نوافله والوجه منه فقد أزرى به القدر. وقال ابن إسحاق ثم خرج القوم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم شيع فإذا ودعهم وانصرف. قال عبد الله بن رواحة خلف السلام على امرئ ودعته في النخل خير مشيع وخليل. ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مشيعا له حتى إذا بلغ ثنية الوداع فوقف فقال بعد قوله أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيرا أغزوا بسم الله فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام وستجدون فيها رجالا في الصوامع معتزلين فلا تتعرضوا له ولا تقتلوا امرأة ولا صغيرا ولا بصيرا ثانيا ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء. سبق عبد الله بن رواحة الكيل.